صافي خويا انا سديت. علاش اختي سديت؟ شوف، هل الطلاق الشفوي يعتبر طلاقا؟ قال لك بالتالي يجب ان يتم الطلاق بشكل موثق. اسمع، حتى يتم الالغاء. انا كنجاوب بدي، خلينا تجبد لي تقرا. لا خويا تهضروا ديك، وخلينا نقولوا لي وخلينا من جوجل جاوب لنا. ادخل اخويا اللي قال لك. لا ما تخلطش الامور. واش انت مسلم ولا ماشي مسلم؟ دابا انت تدخل لي في العولمه. واش انا مجوج بيه بخوتي؟ انت مسلم؟ واش فصل الدين عن الدوله؟ انت تدخل لي فصل الدين عن الدوله. انا اسفه. دابا انت تقدم العلميه. السلام عليكم. قول واحد الشيء. لا وكان عاود يا سيدي باش تهضر على القانون. تسمى كتهضر على الشرع. اختي صافا كلشي بخير. شوف انا مجوج بها انا واحد المليون. هذه الطلاقه كتهضر في بلاصه مالك. انا ما غنجاوبش مالك. انا هضرتي انا مع هاد السيده اللي سميتها نوره. اوكي ما بقاتش مراتك انا زاد. بغيتي ولا كرهتي ما بقاتش مراتك. خليني ما تقاطعينيش ما تقاطعينيش. تفضل اختي نوره خليني نسبب شنا يكون. تفضل خويا نزار وكل احتراماتي ليك وتندعي لك بالشفاء وتندعي لك بكل خير وربي اللي عالم انا ومالك قبيله تندعيو لك غير بكل خير ولكن انت تتسفلها. خليني نزول هضره اللي باغي نهضر. تفضل تفضل خويا نزار. تفضل نزار ومني تسالي قول لي تفضلي يا اختي. يلاه خليني نهضر. يلاه خليني نهضر. الله يخليك. انت طالعه كتقولي بانني انا كناخذ فلوس اليوتيوب مالك وكناخذ فلوس الفيسبوك مالك ومالك ما عندهاش الفيسبوك ما عندهاش شي باج فيسبوك. اذا اختي ملي رداني انا كنصب على مراتي وكناخذ فلوس مراتي بيني الدليل والدليل من كلامي هي ما قدرتش تهضر. هي تزنزنات ما عرفات باش تبلات. انت طالعه كتهميني انا بانني كناخذ فلوس اليوتيوب مالك فيسبوك مالك ومالك ما عندهاش باج فيسبوك. علاش اختي على هذا الكذوب هذا؟ ما خفتيش من الله سبحانه وتعالى؟ داكوغ. واليوتيوب واليوتيوب ارباح اليوتيوب فين مشاو؟ من اديتهم انا؟ نورا انا نشرح لها. اسمع انا نشرح لها نورا. اسمعي اليوتيوب ما تصور فيه والو في الشهر. انا نقول لك شنو كاين يعني بحكم لاشين ديالها او لاشين ديالو. نقول لك انا شحال هو صور في هذا الشهر. يكون صور هاد الشهر يكون صور شي 1200 درهم. هي بلاتين ديالها زبطت شي فيديوهات صورت شي تلقى عندها شي 30 دولار. كاين ولا لا؟ ما كنت كنصور والو. انا ما كنصور والو. انا تنتاسف على تنتاسف اخويا بلاتي اخ نزار. بلاتي باش نشرح لهم نشرح الناس باش فيسبوك هو. اسمعني غير باش نقول لك. انا بغيت دابا هاد الاخت باش فيسبوك فلوس اليوتيوب. اسمعني نزار اسمعني هضر اخي نبال هضر باش نشرحوا الناس. الباج فيسبوك ديالو ما عمرو يتخلص منها. الباج الكبيره ما عمرو يتخلص منها. هاد الباج الجديده مازال ما تفعلتش له. يعني ان الفيسبوك ما كيتخلصش. واليوتيوب هي 30 دولار 40 دولار غتكون عندها في هذا الشهر او حتى الشهر اللي قبل. هو غتكون عنده 1000 درهم 1200 درهم. ولكن اخويا ولكن انت بعد ما طلقتي مالك اكثر من ثلاثه ديال الطلقات هل تعتبرها مرتك؟ دابا جاوبيني على سؤالي. ما تهربيش من الموضوع. لا ما تنهربش. ما غاديش نقدر نقول لك المصدر ديالي. المصدر ديالي خائب وانا اعتذر. ولا بغيتي ندير لك فيديو نعتذر لك فيه هي با بروبليم. انا دابا علاش غنهضروا علاش على خير؟ واخا دابا صافي. انا علاش وصلتي لهذا؟ يلا عطينا الدليل. حنا كلشي عارفين هاد الشيء. علاش كان ناوي الطلاق؟ دوي عندنا راه مالك غتبقى ختنا وهو تبقى خونا فهمتيني. ولكن دوي ليا علاش كان ناوي الطلاق هو؟ وحنا كاملين عارفين كانوا شي حوايج اخي نيبال باش نكونوا بالرجوله. وانت راجل وحنا رجال وكلهم رجال هنايا وراه عارفين. راه كان شاف شي حوايج اللي كانوا كيضروا في الخاطر ومن حقه مراتو ومسمم عليها. ماشي ديال شاف شي حوايج ديال اسمع ماشي ديال شاف شي حوايج. انا عارفه يا زين. انا نقول لك على قضيه ديال السجن بسببه وعلى ان المحيط اللي كان داير به كان كيفخلو الشوارج بالحبس. اه ملي كان في الحبس كانوا كيحرشوا عليا. نقول لك انا اللي كي خرج من فوق من الحبس يعبروا. انا حاضر الزياره. انا حاضر. انا نقول لكم انا حاضر الزياره. اسمعني يا ياسين باش تفهم. دابا انت راه بزاف فيكم ما عرفش شي حوايج باش كان مشدود هو شي حوايج في الكواليس ما عرفهمش. شتي فاش كان مزيان. انا الزياره اللي حاضر ليها النهار اللي كانت هي وكنت انا وكان استاذ فيصل وكان هذا المزيت
وكان نبيل كنا احنا بربعه كان هذاك النهار عايسيني عقلت يا مالك ولا ما عقلتيش النهار اللي كان عايسيني قالتها ليا وقالتها ليا سنقسم لك بالله قالتها ليا انا اللي ساعطينا برا نصحني فلان ونصحني فلان ونصحني فلان ولكن تبارك الله عليك وسطلع من بالك احنا انا قسما بالله ما بيا لا طلاق انا شاش من ربح عندي من الطلاق كما قال خويا ياسين ان الطلاق والطلاق انا بيا انه قاص ليها ولادها راه ما تصورش شحال تقهرات عليهم مني قاص ليها ولادها كل شيء صبرت عليه تي نورا نقول لك واحد الحاجه هي درت بزاف الحوايج باش ولا ليها مشكل مع ولادها وتقاسوا ليها ولادها درت هي كون حضرت عقلها شي كنت بعتها الهضره ديالي في الاول اللي قلت لها قبل ما يخرج كتطيح في هذا المشكل الغلط تيوقع ولكن لا فاق السيده من القلبه دابا السيده باغا دير شي حاجه علاش تولي لولادها فيها شي حاجه واحد القضيه انا بالا شي بربي مالك تخاف عليها ودابا قرب الفجر وحق الرب تكتبغيها والله هو تكيبغيها بالرب وشي هاد المعيور شوف انا نقول لك اقسم بالله وهاد نعمه الله يمحو ولف ونتحجب لاي واحد تعلق مرضي ما تقولش لي الحب الولف شي حاجه سميتها حب ولف مره كاينه رحمه وموده اما باش تقول لي حب ما كاينش الحب كاين الولف والولف راه في واحد الحالات كيكون اكثر من الحب يعني انا كنشرب هذا الماء وتحيدوا لي انا ولفت عليه ما يمكنش نقدر ندير اي حاجه باش نبقى نشرب هذا الماء فهمتيني ولا لا ميرسي شوشو اختي ميرسي شوشو واش نقول لكم ارمي مالك كنقول لك واحد حاجه اختي قلت شوف باش نتيقبك انا دابا شوف نتيقبك بالروج ولا قدام هاد الناس الله يرحم لك الوالدي واش ان هاد الشيء اللي دابا بنيت في الطلاق واش بصح ولا غدا عاوتاني نشوفو نفس ان الدوي معاه بالبريفي ولي دوي معاه بالبريفي عاوتاني طلعو صالحي كاين والو صاحبي راه حتى البيبليك ما بقاش كيتيق فيكم راه حتى المصداقيه مشات راه قلتها له قبيله ولا لا ياسين ولا لا نورا ولا لا جوجو ولكن واش غير كاينه لان كاين الضعف شوشو الله يحفظك الضعف لانه هو تيلعب بالمشاعر ديالها ودابا حتى المصداقيه ديال البيبليك وهي السيده عرفتي نيبالا كنت مدوز تماره ومدوز تصور ان بنت مني كانت في 19 عام وهي تضرب تماره تال دابا وهز اولاد وهز حياه وهز الوالدين وهز بزاف د الحوايج يجي واحد يحن عليها ولكن هذيك الحنان عنده مقابل مادي واحد وتوصل لواحد المرحله مالك ان ما بقاش قادره تعطيه مداخل الفيس وعزمي انا نقول لك ما يمكن لاش تعطيه سمعي سمعي نورا سمعي تفضل خويا المقابل المادي اللي قلتي سمعي ما تكذبيش عليه وما تكذبيش على البيبليك واقسم بالله حتى انت مسيطره من بعد الخروج ديالو شحال من مره شي باش مشي كذا المشي الاخر للطاليا سيبتي له تقريبا شي دوبوا مره سيبتي له 1000 درهم كاينه ولا ما كاينه من حقاني بارا راجل دابا اسمعني ودابا خليني فهمتي شنو هو دابا هو راه شاد مداخل اليوتيوب مداخل الفيسبوك وخصها تزيد تصيفط ليه سيبتي له ولا ما سيبتيش له مالك مثلا شي رزق معين في التيك توك عمرو فرط في خدمته
عمرو فرض على خدمتي هي الاولى، خدمتي هي الاولى اختي نوره، تيدير اللايف وهو تيبيع والناس يقولوا لي ما كيفاش تبيع وعلاش تبيع ب 10 دراهم الفريز وعلاش ما تخلصش منها. لا هذاك هو اللي دايم ليه ومالك صورها بدراعها بدراعها شنو بدراعها. انا دابا باغا غير نوقفها على رجليها بعيد على نزار مادي. دابا انت واحد حاجه نقولها لكم ما كتخربقوا، مالك ما عمرها تفارق هي ونزار مالك. حنا دابا راه وخندنوا نطرطروا نغوتوا ما عرفت اشنو هاد جوج. انا نقول لك يا ما تخاصموا يا ما عيروا بعضياتهم في اللايفات ويا ما يعني بغيتي تقول شوف شوفوا لو تقسمت على جوج. شوف الله هو مقلب القلوب، الله هو مقلب القلوب. واش دابا في نظرك اول مره يقولوا الامر يكون فيكون يوني زار؟ واش اول مره انا مالك يوني زار تيتخاص؟ لا ولكن دابا قاص ليها ولادها عرفتي الكبده شنو هي. وانا راك تكون راك تكون اسمح لي تكون اسمح لي تكون مربي مشه ولا كلب ما تبغيش شي حد يقيسهم ليك. اجي نقول لك واحد الحاجه سمعي لي، الولاد راه الولاد يتعاودوا يتولدوا واحد المره راه عايروا الوالدين، الوالدين ما كيعاودوش ينوضوا لك ثاني مره. لا سمح لي كنت غادي تعاود نقول لك الا دعيت لك مثلا في ولادك ولا دعيتي ليا في ولادي الا ماتوا ليا ولادي نقدر نجيب ولاد اخرين، اما الوالدين ما كيعاودوش يتصنعوا راه عايروا الوالدين بعض المرات مرات شحال. خلينا ما تهضروش على الدعاء، تهضروا على المعيار. المعيار على المعيار راه عايروا الوالدين بعضياتهم عاودوا تصالح. شوف هذاك الشيء تيبقى ليها، احنا باغيين نوقفوها على رجليها لان داك الشيء اللي ربات به ولادها ووقفات به على رجليها وكان عندها واحد الفلوس دايرهم تحت منها داهم نزار. ايوا انا وهانتوما من بعد الا ما ترجعوش تصالحوا انا نقول لك مالك ونزار راه واخا يبقاو يتخاصموا يعودوا. وراك ما عارفش مالك، راك ما عرفتيش علاش؟ لان الكيل فاد. والله من شرك غلطه في مالك اختي. هو قال لك اش من فلوس والله الا عارف عاد عرفت هي واقيله نزار. الله كيفاش اش من فلوس واحد عارفين ان هي سيطرت لك؟ واخا سيدي انا بغا نخرج عليها، انا ما غاديش نعاود سيدي كاع ندخل لها هذا اللايف ولا هذا. انا اللي دابا خايبه بغا نخرج عليها. ماشي غيفرحك دابا الطلاق ولا بقاش معاه. واش اخويا شوف راه الطلاق ماشي حرام، راه داروا ربي يعني نطلقوها باش سبحانه وتعالى تشحوا لي فار يفرق سينو كان دار كل مره وراجل بكوغ واحد ربي فرق عيوبه باش يرتاح. الا قال لك عيط طلقها هو حلب خويا راه طلقها السيد. راه شوف خلينا من الوراق، دينيا هاد الناس ماشي مجوجين. كيفاش دينيا ماشي مجوجين؟ ممكن ياسين الاخوان ممكن نطلعوا نطلعي وندويو بالعقل وطلقنا شي حل. لكن اسمعي نورا، لكن اسمعي نورا اختي الله يحفظك نورا الله يحفظك. شوف لا ولكن واحد الطريقه زوينه لكن هذا الحق وانا عارفك راجل حق. انا عارفك راجل حق. شحال مره طلقني نزار مالك؟ ورا بلا اعداد راه جينا نقولوا 20 مره 30 ليله ومره طلب. هل هي تحسب مراته؟ لا شرعا ما تحسبش مرته. لا محرم لا تحسب مراته. وي عارف الوراق اللي باقا مكتوب عارف الوراق داك الشيء ورقي. اما لا تجمعوا دابا اي واحد راني قلتها لك قلت لها اي واحد ياخذ ثلاثه ديال الفلوس. قلت لها في اللايف انا قلت لها اسمع لي نيبال اخويا نيبال قول لي الله يمسخك الا انا كذا كلامي غلط. اي واحد ياخذ ثلاثه ديال الفيديوهات ويمشي عند وكيل المالك بالتواريخ ديال الفيديوهات تيدير لهم التفريغ ديال الطلاق ديال نزار ومالك ويدي البوليس انهم في الدار يديروا لهم قضية زينة. نوي جاوبني غير على هذا الشيء وانا غنبقى غير مستمع. هادي تقل ولكن خص ان هذا السيد اللي يدير هادشي خص تكون عنده الصيفة يعني واخا ما تكون عنده حتى صيفة. انا مواطن مغربي انا مواطن مغربي عندي 10 الفيديوهات ان هذا السيد مطلق هذه السيدة وعايشين في دار وحده. ولكن انا ما عنديش الصيفه وانت ما عنديش الصيفه وياسين ما عنده الصيفه
نو اي مواطن مغربي اي جار جار اللي كان جارهم ما شاء الله راهم معروفين. عطيني واحد الكلمه شوفي انا دخلت انا